طيب بعد ما شفنا مع حضراتكم هذا التقرير عن أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، خلينا نروح ونشوف إيه أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، خاصة في أخبار عن افتتاح معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء، أيضا استقرار أسعار السلع في سوق العبور. كمان يعني بعيدا عن الأخبار بقى السياسية والاقتصادية، معنا أكيد طبعا في الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله أخبار يعني الساحرة المستديرة، الماتشات اللي هتتلعب النهاردة سواء كانت الماتشات المحلية أو العالمية. النهاردة في أخبار كتيرة مهمة، منها إنه هيتم افتتاح معرض السلع الغذائية أهلاً رمضان في شمال سيناء، تحديداً هيكون في وسط مدينة العريش. المعرض ده بتنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بمشاركة عشرات التجار. كمان النهاردة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيعمل جولة تفقدية في سوق العبور لتجارة الجملة عشان يتأكد من توافر احتياجات المواطنين من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان. النهاردة أيضاً هتنطلق فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية بمقر جامعة الدول العربية. الجلسات هتتناول آخر تطورات سياسات وقوانين المنافسة واستعراض رؤية المنظمات الدولية لتعزيز سياسات المنافسة بالمنطقة العربية. رياضياً النهاردة هيلتقي فريق المقاولين العرب مع فريق الجونة على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وفي نفس الجولة هيواجه فريق الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي، وفي الختام هيكون لقاء إمبي وسيراميكا كليوباترا. وأوروبياً هيلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق أرسنال في قمة مباريات الدوري الإنجليزي واللقاء المؤجل من الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي. كمان هيلتقي فريق برايتون مع فريق توتنهام في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وفي إطار دوري أبطال أوروبا وجولات الإياب في الدور 16 يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني وليل الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي.